قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان ردي ابغل لانك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لانك حبيبي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان راضي ابو قلبي، راضي ابو قلبي انه معاك.
هتنزل، متأكدة انك هتنزل يا حبيبي. الو ايه ناني؟ ايوه يا حبيبي، انت فين؟ مش عارف، مش حاسس اني قادر انزل ناني من غير زعل. انا خايف اعمل حاجه افضل ندمان عليها. خلينا احسن نتقابل في الشركه بكره. يلا سلام. جميلة. أيوة أستاذ حسين. الزبونة اللي طلبت الفيليه معجبة بيه جدا. طب الحمد لله. بس أنا مش فاهم، هي عايزة تشوفك بنفسها، مش عارف بقى إذا كانت عايزة تشكرك ولا عايزة تعرف طريقة عمايله. طيب حاضر. يلا. ميرسي أوي. الشيف جميلة فندم اللي عملت الفيليه. تسلم ايديكي، اكلك حلو قوي. هو انا طبعا سمعت عن اكلك، بس في الحقيقة اللي وصفهولي ما قاليش انه حلو قوي للدرجات دي. ميرسي يا فندم، ده من ذوق حضرتك بس. لا بجد، ده انا كمان اول ما همشي من هنا هكلمه على طول في التليفون، هقول له لا يا ادم انت ما عرفتش توصف لي اكل المطعم ده كويس. ادم؟ ادم مدحت منصور. هو حضرتك تعرفي المهندس ادم؟ اعرف المهندس ادم؟ المهندس ادم ده يبقى جوزي. استغربتي قوي كده ليه؟ هو انتي ما تعرفيش ان ادم كاتب كتابه؟ ما جاتش مناسبه. والله؟ وكمان ما خدتيش بالك من الدبله اللي لابسها في ايده؟ ولا يكون بيقلعها وهو مش معايا؟ لا مش معقول ادم يعمل كده. على فكره انت لازم تقولي لي، عشان هو لو بيعمل كده انا هشد له ودانه.
عموما فرصة سعيدة قوي، وأكيد هبقى جيلكوا تاني، بس المرة الجاية بقى مش هبقى لوحدي، آدم لازم يجي معايا. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفونا. ميرسي. الحساب أهو، وخلي الباقي عشان الطباخة الجميلة دي. مش فاهم حاجة، هو في ايه يا جميلة؟ مفيش. انتي تعرفي الست دي؟ بس دي زي ما تكون عارفاك. تعالي معايا يا جميلة بعد اذنك يا مستر حسام. خدي اشربي الليمون ده. مش قادرة. ما ينفعش كده، وش كسر لو فضلتي كده هتقعي من طولك. فعلا بجد قلت لك مش قادرة. يا جميلة اسمعي كلامي، الشيفات كلهم باصين علينا. يا جميلة لسه تعبانة؟ لا خلاص هبقى كويس. طب ممكن اعرف مين ادم اللي البنت كانت بتتكلم عنه ده؟ رد انت يا وفاء، هو ادم ده يبقى ابن مدام بيلا صاحبة مامتها؟ ايوه هو. طب وايه اللي يخليه يبعتلك مراته لحد هنا؟ معرفش، انا تعبانة وعايزة اروح دلوقتي. طب اتفضلي انا اوصلك بنفسي. لا 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 انا هتصرف. ما ينفعش اسيبك وانت في الحالة دي، ما تقولي لها حاجة يا وفاء. ممكن اوصلها انا وارجع تاني؟ لا ما ترجعيش، خليكي جنبها لحد ما تبقى كويسة، وبقى طمنيه بالتليفون. يلا اتفضلوا. هو انت ساكت ليه؟ ايه اللي خلاك تجيني النهارده؟ عايز يعني قلت يمكن تكون خايف نتقابل في شقه مش بتاعت حد فينا. لا تجيت النهارده عشان تثبت لنفسك اني ما اقدرش اقاومك. ابتديت تفهمني. عارف انك بتحبيني، وعارف كمان ان عزه اخدتني منك يمكن من غير ما انا وهي منحس، واتاكدت بعد الجواز ان عزه ما بتحبش حد غير نفسها. يمكن مش عارفه تحبني ازاي، او يمكن ما تكونش حبتني خالص. بس برضه مش هقدر اقابلك تاني. على قد ما انا فرحان بحبك ليا، على قد انا خايف اكره نفسي لو فضلت اخون عز. تعالي نتفق على حاجه، اللي حصل النهارده ده كان غلطه مش هتتكرر، وده احسن لك واحسن لي. انا هستناكي بره.
قدامك كتير؟ الحمد لله ان بابا ما كانش هنا لما جينا، والا كان فتح لنا محضر وسالنا سبتوا المطعم فجاه ليه. تفتكر يا حسام ممكن يقول له حاجه؟ لا لا، حسام اذكى من كده. ولو انه عمال يتصل بيا كل شويه يسالني عليكي مش عارفه اقول له ايه. ساكته ليه يا جميله؟ قولي حاجه. هو انت لو مكاني هتقولي ايه؟ بصراحة مش عارفة، ولو اني حاسة فعلا اني مكانك
مش جايز تكون البنت دي كدابه ومش متجوزه ادم ولا حاجه. وهتكدب ليه؟ يعني جايز تكون بتحب ادم وعرفت ان انتوا بتحبوا بعض، قالت توقع ما بينكم. يعني هي تقول انه كاتب كتابها وهو مش كاتب كتابها مثلا؟ معاكي حق، هي فعلا واسعه شويه، بس ازاي يكون كاتب كتابه عليها وهو لسه مقابلك وقايلك انه بيحبك؟ كنت حاسه انه عايز يقول حاجه بس ما قالش. قصدك يعني اعترف لك ان في واحده تانية في حياته؟ انا خلاص النهارده مش هفكر في حياته واللي فيها. لا يا جميله ما تظلميش ادم، انت لازم تتاكدي الاول من كلام البنت دي. هو ادم؟ ردي عليه قولي له المعلومه اللي عرفتيها، لازم تعرفي الحقيقه منه. هو مش قادره اكلمه دلوقتي. عاجبك كده اهو قفل، زمانه دلوقتي قلقان عليكي. وفاء معلش ممكن تسيبيني لوحدي؟ مش هسيبك لوحدك وانت في الحاله دي. والله ما قادره اتكلم عشان خاطر سيبيني لوحدي. مش هقدر اسيبك عشان خاطري يا وفاء، انا محتاجه اقعد لوحدي. هو برضو؟ ايوه. المره دي بقى انا اللي هرد عليه. أيوة مش هنقعد كده مش فاهمين حاجه. الو؟ لا يا باشمهندس، انا وفاء بنت عم جميله. هي جميله تعبانه شويه بصراحه كده، في واحده جات لها المطعم وقالت لها انها مراتك. ومين الواحده دي؟ طب ممكن تديني جميله اكلمها؟ وانا لازم اتكلم معاها عشان افهم ايه اللي حصل بالظبط. طيب خلاص ماشي حاضر، هكلمها تاني. مع السلامه. كلم مين في التليفون غيرك كده؟ دي وفاء بنت عم جميله. جميله جرى لها حاجه؟ نوع راحت لها وقالت لها ان احنا متجوزين. اللي انا كنت خايف منه كان لازم انت اللي تروح لجميله وتحكي لها على كل حاجه وما تستناش لما نوع تروح لها. قلت لك حاولت وما قدرتش. طب وبعدين؟ مش عارف، انا خايف على جميله قوي. من غير اي خوف، حاجه واحده بس لازم تروح تعملها ودلوقتي حالا، انت تروح لجميله وتحكي لها على كل اللي حصل في غيابها وكمان لما رجعت لكم. صح. على مهلك. طيب اروح انا كمان مكتبي. اتفضلي العصير. يا بنتي لازم تشربي حاجة، ما ينفعش كده يا عزة. ما تفهمينا بقى ايه اللي حصل. دينا سيبينا لوحدنا شوية، حطي العصير هنا. حاضر. قال يعني انا لما هخرج هي هتتكلم. يا شيخة اخرجي بقى، نقطيني بسكويتك انت كمان. يا ناقصاكي. عزة يا حبيبتي، وبعدها لك مش ناوية تريحي امك وتقولي لي مالك؟ ايه اللي حصل في السفر ما تفهمين؟ طب قولي لي احمد يا بنتي يعرف انك هنا؟ معرفش. طيب تحب اتصلك بيه؟ لا لا، يبقى اكيد في حاجه. انتوا متخانقين يا عزه ولا ايه؟ مالك يا بنتي؟ مالك يا عزة؟ ما البنات قافلين على نفسهم من امتى يا فريد؟ من شوية. شوية ايه؟ دول قاعدين جوه من ساعة ما رجعوا من الشغل. هما رجعوا امتى يا فريدة؟ رجعوا بدري النهاردة يا حاج، لا راضوا ياكلوا ولا راضوا يتكلموا مع حد. انت مالك انت؟ بيقول يا فريد؟ ايه الحكايه يا فريده بالظبط؟ خلصي. ليش عرفني يا اخويا؟ ما انا قاعده معاكوا اهو. جميله راجعه من المطعم يا حاج مش متظبطه، شكلها عامله كده ووفاء بتداري عليها. اسكت بقى اسكت بقى. انت ايه خوي زنب؟ قوم قوم يا خالد، شوف مين اللي على الباب. قوم. حاضر. مساء الخير. اهلا. يا ترى الاستاذ محمود موجود؟ مين يا خالد؟ ده الاستاذ اللي وصل جميله قبل كده بالعربيه يا حاج. هي اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اسف لو كنت جيت في وقت مش مناسب يعني، بس كنت عايز اتكلم مع جميله في موضوع مهم. نعم اخويا، تتكلم مع جميله؟
هو ماله يا باشمهندس؟ اتفضل استناها في الصالون على بال ما نندهها لك. خالد وصله للصالون يا حبيبي. حاضر، اتفضل قدامي. اتفضل. وفاء. ايه اتفضل على الصالون. هي عايز بوكاله من غير بواب؟ مش لما نعرف جاي عايز البنت في ايه دلوقتي الساعه دي؟ احنا هنعرف كل حاجه، بس الراجل ضيف عندنا واجي برضه نستقبله كويس. وفاء وفاء. النبي يا اختي ابتسامتك دي اللي مودانا في داهيه. ارجو غرقه. نعم يا ماما. خشي قولي الجميله الباشمهندس ادم جوه في الصالون وعايز يقابلها. حاضر. جميله. ايه في ايه؟ ادم هنا. هي حصلت يجي لغايه هنا؟ شفتي؟ عشان ما رضيتيش تردي عليه في التليفون. طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي المفروض تعملي ايه؟ هتقعدي معاه طبعا وتسمعيه كويس قوي لغايه ما يخلص كلامه. لا ما فيهاش تفكير دي، انا هقوم اعمل له حاجه يشربها على ما انت تجهزي. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. انا وفاء اللي كلمتك في التليفون. اهلا وفاء. يا جميله مش عايز تقابلني؟ لا 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 جايه حالا. خالد بابا عاوزك. عايز ايه دلوقتي؟ عاوزك. مرات عمي قالت انك عايزني. انا اسف يا جميله، ما كنتش احب اعمل لك مشاكل هنا في البيت، بس يعني انا كلمتك في التليفون وبنت عمك ردت عليا وقالت لي كلام غريب كده، كنت لازم اجي على طول. قالت لك ايه؟ مفيش. قالت لي يعني ان نوها جات لك المطعم وفهمتك ان انا كاتب كتابي عليها. هو انت مش كاتب كتابك عليها؟ جميل، انت لازم تفهم الظروف اللي حصل فيها كل ده. انا ظروف نوها دي تبقى بنت شريك بابا في الشغل، وانا خطبتها وكتبت كتابي عليها قبل ما اعرف اصلا هشوفك. جميل، انا لما شفتك المره اللي فاتت كنت عايز اقولك على الحقيقه بس ما قدرتش. معرفش كنت خايف عليك من الصدمة ولا كنت خايف على نفسي اللي تضيع مني. انت كنت فاكرني هفضل مش عارفة لغاية امتى؟ كنت هقولك، والله العظيم كنت هقولك، بس حظ الوحش بقى خلى نوع تسبقني وتجيلك، زي ما خلاني اكتب كتابي عليها قبل ما اشوفك بخمس ايام بس. انت ازاي تقولي انك بتحبني وانت كاتب كتابك على واحدة تانية؟ لاني بحبك فعلا يا جميلة. جميلة انت الحب اللي فضلت محوشه 18 سنة جوايا وانا مش واخد بالي. ما اقدرش اقول لك اني خطبت نوعها وانا كارهها او حبيبها، بس اللي انا متاكد منه ان هي ما بتحبني زي انت ما حبيتيني ولا انا حبيتك. الكلام ده ملوش لازمه، هي خلاص مراتك وانا مش هاخدك منها. هي اللي خدتني منك من غير ما تقصد، بس هي ملهاش ذنب في كل اللي حصل. واحنا ايه ذنبنا؟ ليه نسيب بعد ما صدقنا ان احنا نتقابل؟ عشان تقابلنا متاخر. جميله، أنا مش هستحمل تبعد عني تاني، وأنت كمان على فكرة هتتعذبي أوي لو بعدت عني. هتعذب أكتر لو خدتك منها وسرقت منها فرحتها. واحنا مين سرق فرحتنا؟ احنا صحيح قضينا أيام قليلة مع بعض، بس كانت حلوة أوي. يمكن أقدر أنساها ويمكن يبقى من حق أفتكرها، بس أكيد بعد اللي عرفته دلوقتي إنك خلاص ما بقتش من حقي. جميلة، أنا عايزك تفهمي. لو بتحبني بجد ما تتصلش بيا تاني.
انا اذنك. اذنك معاك اخوي. وعودي يمين ثلاثة بالله العظيم، ما انا داخل اوضتي ولا حاطط دماغي على المخده الا ما اعرف ايه اللي بيحصل. وهي عايزه فهم يا حاج، ما هي باينه زي الشمس اهي. اسكت انت خالص. بالتوفيق. كلمي قولي في ايه. وناش عرفني، انا قاعده معاكوا هنا اهو. ما تستهبليش يا اخت، انت مصاحباها وعارفه عنها كل حاجه. يمين ثلاثة بالله العظيم، ان ما نطقتي وقلتي في ايه لا داخل لبنت عمك دلوقتي ومخليها تنطق غصب عنها. لا 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 بلاش جميله، كفايه اللي هي فيه. خلاص يبقى ترحميها بقى وتقولي الواد ابن طنطك بيلا دي ولا اسمها ايه كان جايلها لغايه هنا ليه. اصلها انت هتقص اصيله بنت، ما تنطقي. اصلها عرفت النهارده ان ادم كاتب كتابه على واحده تانية. طبعا لازم يكتب كتابه على واحده تانية، هو اللي زي سي ادم دوت هيفكر يبص لواحده زي جميله اخره يتسلى بيها يومين وبعدين يرميها. تسكت بقى، مش كفايه اللي احنا فيه. خلاص هي كده حسمت نفسها، احنا نقطع رجل البت دي من مروح الفيلا عندهم، ونقطع رجل الواد ده من مجيه هنا او في المطعم. جيت من بره عليكي على طول، كنت خايف بابا يوقفني ويسألني كنت فين. تلاقيه دلوقتي قاعد بيحقق مع عصام في الشركة. أنا متأكد إن هو اللي قال لي إن هو هتروحي جميلة المطعم. إحنا مش في نوع دلوقتي يا آدم، إحنا في جميلة نفسها. جميلة صعبانة عليا أكتر ما صعبانة عليا نفسي. حاسس اني غلطت في حقها لما كتبت كتابي على نهار، مع اني والله ما كنتش اعرف اني اقابلها تاني بعد السنين دي كلها. انا عارف ان جميله عندها حق في الكلام اللي قالته، بس انا مش هقدر اعيش من غيرها. انا ما حسيتش اني عايش بجد الا لما رجعت لي تاني. طيب عايز تسيب نوع يا ادم عشان جميله؟ خايف اتجوز نوع وافضل طول عمري فاهم ان هي السبب في حرماني من جميله، وساعتها مش هقدر احبها ولا اقدر اديها اللي هي مستنيه مني. وجايز لو اتجوزت جميلة على حساب نوع تفضلوا انتوا الاتنين شايلين ذنب نوع؟ تقصد ايه؟ مقصودش حاجة، انا بفكر معاك بصوت عالي يا ادم. انت لازم تختار، لازم تختار بسرعة، لازم تختار بين نوع وجميلة، عشان لو ما اخترتش بسرعة جايز تخسرهم هما الاتنين، ولو ما اخترتش صح جايز تخسر نفسك. صار ان المشاكل كلها بتيجي مرة واحدة. ليه؟ خير؟ عزة جت من السفر علينا على طول. عزة هنا؟ وهي كمان تعبانة قوي. مامي فهمت ان هي عندها مشكلة مع احمد. مشكلة ايه دي؟ مفيش حد يعرف، حتى هي مش عايزة تتكلم. تتكلم معاها انت يا ادم، جايز تتكلم معاك.